ندى. وأنا خولة. وأنا صفاء. كيف تشوفوا نفسكم في المطبخ عموماً وفي الباستا خاصة؟ أنا أحب أغامر وأسوي وصفات ومكونات جديدة، مثلاً أقدر أسوي باستا من هونولولو. أنا عكس خولة تماماً، أنا تقليدية جداً، ما بقدر أعمل شيء لعائلتي إلا يكونوا متعودين عليه، إذا بدي أغير شيء بسيط جداً أكيد لازم يكونوا بحبوه. أنا بالنسبة لي دائماً مشغولة وأحس نفسي أسابق الوقت، عشان كذا أختار الوصفات السريعة والسهلة بس مكونات مفيدة مثل الوصفة اللي بنسويها اليوم. الوصفة اللي بنسويها اليوم مرة سهلة ومكوناتها بسيطة، شفتوا هذه المكونات اللي قدامنا كلها؟ بنسويها في قدر واحد. عندنا سباجيتي، ذرة، طماطم وبصل وفلفل ملون وثوم وصلصة الطماطم مع الكريمة ومجموعة من البهارات. الحين أول شيء بنحط الباستا. نضيف المرق. نضيف المرق وبعدها نضيف البهارات والملح. راح أعطيك الصلصة عشان تضيفيها. وصلصة الطماطم الجاهزة راح تعزز الطعم، تخلي طعم المكرونة جدا لذيذ. الحين بنحطها على النار، يعني الناس اللي مستعجلين ما عندك وقت إنه تحمسين وتسوين، على طول تحطين كل المكونات وبس تقلبينها شوي وخلاص. بس يا هدى أنا خايفة إنه هاي المكونات مش دائما بتزبط بهاي الطبق، لأنه أوقات الخضار بتستوي قبل المعكرونة أو المعكرونة قبل الخضار. علشان كذا شوفي أنا اخترت خضار بسرعة تستوي، ونقدر نضيف إضافات يعني الخضروات تستوي بسرعة مثل كوسة أو نقدر نحط أناناس. مش لهالدرجة خولة، لا تبالغي. تعبي يطلع حلو. ولو حب أحد ياكله ممكن يعني. ممكن أنا أشيله بعدين. لازم تطلعي من البوكس وتغامري يا صفاء. هنشوف يا خولة. وهذه الباستا خلصت وهذا شكلها النهائي تقريباً، وعليكم بالعافية.